ويسجل النقاط الأولى، النقطتين الأولى بالنسبة لفريق الشرطة في سلة نادي الميناء اللي يحاول الرد من خلال البداية القوية لفريق الشرطة. ثاني الترتيب في الدوري العراقي يقابل خامس الترتيب فريق الميناء، ونقطتين تعادل لفريق الميناء. 13 علي حاتم، نذكر بخماسي الشرطة جيستن هوكنز، علي مؤيد، محمد صلاح، حسن صالح، كين براون، بينما خماسي الميناء علي عامر طالب، روبرت براون، عمر عامر، ويميك روز. وهنا ثلاثية جميلة جميلة جميلة، ثلاثية جميلة، 5-2 الآن فريق الشرطة هو من يتقدم على فريق الميناء. يشاركني أيضا الزميل خالد عاشور لهذه المباراة. زميلي خالد، بداية قوية للفريقين، وهذه نقاط ثلاث أيضا يسجلها فريق الميناء، والنتيجة تشير إلى التعادل. نعم، بداية مثيرة. نعم، أهلا وسهلا بك أستاذ جمال الدراجي. المباراة متكافئة، راح تكون جيم صعبة للنهاية، ما راح أعتقد أنه إذا انتهت بالفوز لأحد الفريقين راح تكون بفارق نقطة أو نقطتين. الفريقين يمتلكون لاعبين طوال قامة، أطول لاعبين بالعراق هم علي حاتم ومحمد صلاح، الاثنين لاعبان للمنتخب الوطني، أيضا صانعي ألعاب من أعلى طراز، علي عامر، عمر عامر، علي مؤيد. عندنا أكثر من 6 لاعبين منتخب وطني، الأمريكان مميزين جدا، كين براون لاعب نادي الكرك في الموسم السابق، واللاعب جيستن اللاعب رقم 5 اللي شاهد محاولته، محمد صلاح اللي بالإنسايد لاعب جيد جدا، الأمريكي اللي قدم أوراق اعتماده بشكل جيد بأول 3 نقاط. ونقطتين لفريق الميناء، عمر عامر يسجل نقطتين لفريق الميناء. الوصيف النسخة الماضية فريق الميناء اللي خسر اللقب العام الماضي لفريق الكرخ، بينما فريق الشرطة هو بطل الدوري العراقي لثلاث أعوام، وآخرها كان مع المدرب ماهر خنفير اللي الآن هو يشرف على تدريب فريق نادي الشرطة. في الموسم قبل الماضي أحرز اللقب فريق نادي الشرطة، لذلك اليوم مباراة مهمة للفريقين ومباراة صعبة على فريق الشرطة، لأن الفريق يمتلك، فريق الميناء أيضا يمتلك أسماء جيدة، وخصوصا اللاعب القادم الجديد هو اللاعب روبرت براون. نعم، روبرت براون لاعب استقطبه نادي الميناء، كان يلعب بالدوري الكندي، لاعب طوله 2 متر و1، عمره 23 سنة، لاعب أعتقد لاعب شاب. لاحظ الأمور جيدة تسير، وهنا جيستن هوكنز أيضا يضع ثلاثية في سلة نادي الميناء، في سلة الميناء اللي يتقدم الآن الميناء 9-7 نقاط لفريق نادي الشرطة. وميناء فريق يحاول أن يصل إلى مراكز متقدمة في الدوري. نعم، الميناء لعب بالمواجهات مع أندية المسدس الذهبي بالمرحلتين الأولى والثانية 10 مباريات، خسر 7 فاز ب3، جمع 13 نقطة. نادي الشرطة الفريق الثاني بالدوري متساوي بالنقاط مع نادي النفط ب17 نقطة، فاز في 7 وخسر 3. بالمواجهتين بالمرحلة الأولى الشرطة فاز 85-76، وأيضا بالإياب بالبصرة الشرطة استطاع أن يتغلب على نادي ميناء 78-70. يعني الشرطة دائما يتفوق، وهنا ثلاثية لعمر عامر. عمر عامر يمتلك إمكانيات جيدة، لاعب جيد، صانع ألعاب كامل. نعم، صانع ألعاب هادئ، لديه خبرة في المباراة المهمة، لعب مع نادي إدهوك، أحرز معاه لقبين للدوري، لاعب مميز جدا، طول جيد بالنسبة لصانع ألعاب، أيضا لاعب دربل ومميز جدا بالتهديف البعيد هذا الموسم. إذن المحاولة لا زالت لصالح الميناء عن طريق ويمي روز، وقريبة تصل بالحلق لتعود مجددا لفريق الشرطة، والحيازة لجيستن هوكنز. يحاول الأمريكي جيستن هوكنز المرور لسلة فريق الميناء، هناك خطأ، الفارق 3 نقاط الآن كابتن خالد. الميناء هو اللي يتفوق على الشرطة، أعتقد هذا التفوق غير مطمئن بداية المباراة. نعم، هو يعني ممكن في أي لحظة الشرطة يعود. نعم، 4 دقائق، نادي الشرطة مميزين بالتهديف البعيد، يمتلكون كين براون، يعني هو أيضا حسن صالح، علي مؤيد يجدون تهديف البعيد، لاعب جدا جيد أسفل السلة، لاعب محمد صلاح العائد من إصابة، بدأ باستعادة مستواه والآن يقدم مباراة جميلة. الآن هو سجل نقطتين محمد. نعم، صلاح خلص الفارق إلى نقطة. الميناء هو صاحب المحاولة، ويمي روز يحاول الدخول على سلة
نادي الشرطة وميروز. الله على الأمريكي ويميروز بدخول ممتاز للأمريكي ويميروز اللي يضع نقطتين لفريق الميناء، لذلك يبتعد الفارق إلى 3 نقاط. والشرطة في محاولة على سلة محمد صلاح، دانك جميل، إسلام دانك جميل من محمد صلاح. الطول يساعد محمد صلاح دائما يسجل مثل هكذا نقاط. نعم شاهدنا مباراة كثيرة، قدر علي حاتم إيقاف أي لاعب طويل أسفل السلة، لكن لحد الآن محمد صلاح دا يلعب بأريحية كبيرة وبعيد عن رقابة علي حاتم إليه. محاولة للميناء، وكلما سجل الشرطة الميناء يعود ويسجل من جديد. الآن 16-13 ويبقى الفارق إلى 3 نقاط، يبقي الفارق إلى 3 نقاط. مباراة سريعة منذ البداية، مباراة جميلة حتى الآن، تكافؤ موجود لكن فارق النقاط يبقى لفريق الميناء اللي يحاول أن يحقق انتصاره الأول على الشرطة خلال هذا الموسم بعد أن خسر في لقاء الإياب والذهاب. لكن الشرطة يبقى من أبرز المنافسين على لقب الدوري العراقي، وأعتقد المنافسة راح تكون كبيرة يعني بين الشرطة والنفط. وأعتقد فريق الكهرباء ممكن يكون منافس. نعم جميع الأندية لها حظوظ بخطف اللقب، تقارب النقاط بين يعني خسر الفريق الأول نادي النفط، النفط خسر مع الميناء اللي كان بالمركز السادس، استطاع نادي الميناء أن يحتل المركز الخامس قبل انطلاقة المسدس. فجميع الأندية لديها حظوظ بإحراز اللقب، زائد التوزيع اللاعبين المنتخب واللاعبين البارزين بالأندية الستة. جيستن هوكنز و إلى الخارج، كانت خاطئة، كان ممكن يستغلها جيستن هوكنز على الأقل يقلص الفارق، لكن أضاع هذه الفرصة بشكل غريب اللاعب الأمريكي جيستن هوكنز. أيضا نادي الشرطة لديه دكة بدلاء جيدة، لاعبين جيدين، لاعبين أيضا مثلوا المنتخبات الوطنية بسنوات سابقة، عندنا يعني علاء سليم، عندنا سجاد حسين، أسماء جيدة متواجدة بالبنش. ونقطتان جديدة لفريق الميناء عن طريق ويميروز. لحد الآن نتمنى أن نشاهد روبرت براون ويمي اللي أفضل يظهر لأول مرة. ويمي أفضل مسجلين لحد الآن، لديه 6 نقاط. ويمي عكس اللاعب الجديد روبرت براون ومحمد صلاح وإسلام دانك أكثر مرة، أيضا 6 نقاط. نعم 6 نقاط بنفس الطريقة محمد صلاح يسجله. نعم. إذا نبقى مع أجواء المباراة، الميناء هو اللي يتفوق على الشرطة والفارق لا زال هو 3 نقاط. لحد الآن نشهد ردة الفعل لفريق الشرطة من أجل أن يكون هو صاحب التفوق. تعود الحيازة لفريق الشرطة، أقرب لكيني براون، يحاول بناء المرتدة السريعة على سلة فريق نادي الميناء من أجل تقليص. ومحمد صلاح، محمد صلاح اليوم يظهر بشكل مختلف، دخل بجو المباراة بصورة مبكرة، يعني قدر أن يسجل لحد الآن 4 سلام دانك، وهذا الشيء رائع جدا أن تشاهد لاعب محلي يعمل 4 سلام دانك. وأيضا أسفل السلة بالدفاع لاعب جيد، لاعب طويل القامة، بنية جسمانية تأهل أن يكون من أبرز لاعبي طوال القامة هذا الموسم. لاحظ عمر عامر ايضا من الجانب الاخر يتفوق بشكل ممتاز، يعني سجل بلاتيتين لحد الان عمر عامر لحد الان. تعتقد ان اليوم المدرب ماهر خنفير اعطى الثقه الكامله لمحمد صلاح؟ يعني في بعض المباريات نشوفه يشركه كبديل، يعني لا ما يبدا بمحمد صلاح. لا كان محمد صلاح مصاب، بالعكس بدايه الدوري كان لاعب اساسي، لكن الاصابه ابعدته عن التشكيل الخماسي، وقدر يعيد وضعه ويعيد نفسه بفتره التوقف قبل انطلاقه المسدس وعاد. واليوم نشاهده ما شاء الله لاعب جاي يقدم مستويات جيده، ونتمنى كل التوفيق لهذا اللاعب. هو قوه الدوري تخدم المنتخب الوطني بالبطولات الخارجيه، مستوى اللاعبين والامكانيات اللي يقدمها اللاعب المحلي امام اللاعبين الامريكان المتواجدين، هذا يصب بمصلحه السله العراقيه في المسابقات الخارجيه ان شاء الله. اذا المحاوله لعلي عامر طالب، وثلاثية رائعة من علي عامر طالب، والده طبعا عامر طالب واحد من نجوم السلة العراقية، وأيضا كان مدرب لفريق نفط الجنوب، لسلة نفط الجنوب عامر طالب. لكن الابن يلعب مع الميناء، وثلاثية جميلة 24-17 24
17 الفارق 7 نقاط ممكن يخلص وبالفعل ينجح جيستن هوكنز. جيستن هوكنز ينجح بتقليص الفارق 24-19. استاذ جمال لحد الان علي حاتم خارج التغطية يعني لا شاهدناه لا بالاوفنس ولا بالديفنس لا بالهجوم ولا بالدفاع ما جاي يوقف اللاعبين اسفل السلة يعني اكثر نقاط نادي الشرطة نشاهد هاي الحالة يعني من الانسايد فنتمنى ان نشاهد علي حاتم بالدفاع كان قريب علي حاتم يكون انشط نعم يعني لاعب طويل قامة لكن نشاهد لحد الان يعني خارج نطاق التغطية بحيث صار الفارق الان 3 نقاط ما داخل بأجواء المباراة اي ما دخل بأجواء المباراة يعني ما اعرف شنو السبب اذا محمد صلاح يغادر هنا دكة بدلاء الميناء وجود بعض الاسماء مصطفى جاسم علي عبد الله نور بدر مصطفى كريم عادل عباس حيدر جمعة لاحظ هذه محاولة اللاعب روبرت براون اللي استبدل نادي الميناء باللاعب رشاد بيل ويتواجد روبرت براون مع وجود هدمة مرتدة روبرت ودان جميل من روبرت براون الآن يظهر الأمريكي روبرت براون مع نهاية الفترة الأولى والكوارتر الأول وينتهي الكوارتر الأول بتفوق الميناء ب 26 نقطة مقابل 21 نقطة لفريق الشرطة الفارق 5 نقاط بداية جيدة جدا نعم نسبة التهديف أيضا عالية إذا ما بقى مستوى التهديف على هاي الشاكلة راح نشاهد 100 نقطة بالمباراة وهذا ما ينطي متعة وإثارة بالمباراة وحتى المشاهد والمتابع لهاي المباراة يستمتع بالتسجيل يعني شاهدنا 4 سلام دانك من اللاعب محمد صلاح مثل ما قلنا نادي الميناء عنده ضعف بالإنسايد أسفل السلة يمتلك لاعب طويل واحد واللاعب البديل اللاعب عادل عباس إذا ما أشرك المدرب يعني نشاهده دائما يشترك بفترات قليلة نجح نادي الشرطة باستغلال الثغرات والفجوات أسفل سلة نادي الشرطة أسفل سلة نادي الميناء قدر أن يهدف التهديفتين 3 نقاط كانت للاعب براون وأيضا حسن صالح يحتاج نادي الميناء بعد أن يشتغل بالأسفل السلة يمنع اللاعبين من التسجيل مثل ما شاهدت أنت وعلقت على الحالة أنه كين براون لاعب قصير بالنسبة للاعب محمد صلاح لكن قدر أن يجتاز محمد صلاح ويستخدم اللوحة ويسجل نقطتين مارخ الفيري يمتلك خبرة يعني مدرب محترف ممكن يعالج الأخطاء الموجودة بفريق الشرطة ممكن من الكوارتر الثاني طبعا وعنده ادوات جيده يعني اخرج محمد صلاح واشرك علاء سليم ايضا عنده نورس برال لاعب جيد سجاد حسين اسماء بوالفقار فاضل ايضا لاعب منتخب الناشئين السابق دكه بدلاء جيده اعتقد ايضا يعني يمتاز ولو بشيء عن دكه بدلاء نادي الميناء اللي نشاهد بيها اللاعب مصطفى جاسم افضل لاعب بالدوري الموسم الماضي لم يشترك لحد الان اعتقد راح تكون مباراه متكافئه واذا ما اراد نادي الميناء ان يتفوق على نادي الشرطه وزياده الفارق ان يستمر باللعب بالانسايد قريب على علي حاتم اللي ما شاهدناه لحد الان دائما ما يمتاز بالبلوك شوت يمنع اللاعبين من التسجيل لكن نشاهد اريحيه عند نادي الشرطه بالدخول والتسجيل من اسفل سله نادي الميناء إذا أحبتي نعود من جديد وبداية الكوارتر الثاني فريق الميناء اللي أنهى الكوارتر الأول متفوق على الشرطة ب 26 مقابل 21 هل ستتغير المعطيات بالنسبة لفريق الشرطة؟ هل سيكون هناك تدخل من المدرب ماهر خنفير المدرب التونسي والمدرب المحترف مع فريق الشرطة؟ طبعا هذا الموسم الثالث لماهر خنفير مدربا لفريق الشرطة دائما فريق الشرطة في من خلال السلة يكون فريق مميز ومحاولة للمينو ونقطتين جديدة وروبرت براون أيضا ينجح في البداية للكوارتر الثاني لوضع نقطتين لفريق نادي الميناء في سلة نادي الشرطة اللي يحاول أن يقلص الفارق بثلاثية لكن تسقط بالحلق لتعود مجددا لفريق الميناء عن طريق علي عامر ومحاولة اللاعب ويميروز اللي من الممكن أن يضع ثلاثية لكن تسقط بالحلق لتعود لفريق الشرطة ممكن جيستن هوكنز لكن كين براون إذن كين براون يسجل لفريق الشرطة ليقلص الفارق
28 23 ولا زال علي حاتم يكتفي بالمشاهدة فقط. يعني شاهدنا نقطتين قريبة كانت على اللاعب علي حاتم، لكن براون أيضا بالأريحية وضع النقطتين بسلة نادي الميناء. ألا تعتقد يعني بقاء علي حاتم في المباراة ممكن يأثر على أداء فريق الميناء؟ لكن نتحدث عن علي حاتم الآن سجل نقطتين. نعم أعتقد بهاي النقطتين اللي يعيد وضعه، لكن يحتاج نادي الميناء أكثر بالدفاع أكثر من الهجوم. اللاعب أطول لاعب في صفوف نادي الميناء. نعم. حتى أطول من اللاعبين الأمريكيين الموجودين. أي علي حاتم طوله 1.9 متر، محمد صلاح طوله 1.7 متر. إذا دخول لسبعة سجاد حسين. وبالفقار فاضل. أو ذو الفقار فاضل هو اللي اشترك الآن مع تشكيل خماسي الشرطة. جيستن هوكنز يحاول على سلة فريق الميناء من أجل وضع نقطتين، وهنا ينجح 24 لاعب علي مؤيد. فارق الآن يصبح 30-25 لفريق الميناء، والبداية جيدة لفريق الميناء اللي فاجأ الشرطة في بداية المباراة وتفوق عليه، ولا زال هو المتفوق على الشرطة لحد الآن. كابتن خالد، الشرطة ما الوضع كما هو، يعني الفارق ما قدر أن يصل إلى حتى التعادل. فارق الخمس نقاط، فارق ليس بكثير بمباراة كرة السلة. يعني أنت بهجمتين، ثلاث نقاط بنقطتين تقدر تتعادل ممكن، لكن في ظل هذا الوضع ما يعني لا، لحد الآن أعتقد المباراة متكافئة. يعني أنت لا تنسى محمد صلاح أبرز لاعبي نادي الشرطة جالس على البنش دكة البدلاء. إذا ما عاد محمد صلاح للمباراة أعتقد أنه ممكن يعود الشرطة. نعم يكون فارق لنادي الشرطة. الآن دخول لمصطفى جاسم. مصطفى جاسم أفضل لاعب بالدوري الموسم الماضي بديل علي عامر. نعم غير علي عامر، نتمنى له السلامة إن شاء الله، ما تكون إصابة بالغة لعلي. نعم. عامر. إذا مصطفى جاسم بدخوله هو على الرمية الحرة الأولى لفريق نادي الميناء المحتسبة، لكن يضيعها مصطفى جاسم يدخل لتصويب الرميتين المحتسبة لفريق الميناء، لم ينجح أيضا في الرمية الثانية. مصطفى جاسم لتعود الحيازة لفريق نادي الشرطة عن طريق اللاعب جيستن. حاول جيستن هوكنز مرور ودخول على السلة من جيستن هوكنز ليسجل نقطتين لفريق نادي الشرطة. الآن 30-27 ومحاولة لفريق الميناء. ويمي روز يحاول إلى روبرت براون. ثلاثية لروبرت براون. إضافة مهمة هذا اللاعب، يعني إضافة لفريق الميناء. استغنى عن خدمات رشاد بيل واستقطب هذا اللاعب اللي طوله مثل ما نوهنا 1.1 متر، عمره بعد صغير، عمره 24 سنة. لاعب جدا جيد لحد الآن هو جيد، مسجل 12 نقطة، أفضل مسجلي نادي الميناء. نعم لحد الآن. إذا النقطتين لفريق الشرطة 33-29 أصبحت النتيجة مع وجود محاولة الميناء. عمر عامر تصد بالحلق لتعود لفريق الشرطة عن طريق اللاعب علاء سليم. علاء التمرير لكين براون وتصد أيضا بالحلق لتعود لروبرت براون. يعني نفس الاسم، روبرت براون موجود وكين براون. يعني روبرت براون الميناء تقريبا أفضل من روبرت الشرطة. نعم براون الشرطة لحد الآن مسجل 4 نقاط فقط. محمد صلاح 8 نقاط، جالس على دكة بدلاء. علي مؤيد 4. جيستن اللاعب اللي جيستن هوكنز نعم مسجل لحد الآن 7 نقاط. أعتقد الميناء أفضل لحد الآن بالفعل وبالتأكيد هو أفضل. لكن لا زال الإنسايد عند فريق نادي الميناء سيء جدا، والنقطة ضعف نادي الميناء أسفل السلة. يعني لاعبي الشرطة ما جاي يلاقون صعوبة بالتسجيل من أسفل السلة. نعم أكيد. محاولة إذا للميناء. عمر
يبحث عن التمرير لكن يخطئ، حاول الاعتماد على المجهود الفردي لكن الحل الفردي لم ينفع عمر عامر، لذلك يمكن الآن الشرطة من معادلة النتيجة لأول مرة، النتيجة تتجه إلى التعادل. نعم. هذا يجبر مدرب الميناء على طلب التايم أوت. شيء جيد، أنت كنت خاسر بفارق 7 نقاط الآن تعود تتعادل مع استمرار جلوس محمد صلاح، أعتقد للإصابة يعني إصابة أعتقد أنه يعاني من عدها، أنت تتعادل مع نادي الميناء مع توفيق نادي الميناء، يعني براون توفق جدا بالتهديف البعيد بالإضافة للاعب ويمي، المباراة الآن تعود إلى نقطة الصفر 33 كول، ومثل ما قلت لك أستاذ جمال الشرطي يعني الفارق ما كان كبير يعني ممكن يعود الشرطة. أي نعم، قلت لك من البداية أنه إذا نشاهد بالإعادة سهولة تسجيل اللاعبين، يعني 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 علي حاتم لحد الآن ما شاهد من عنده ولا بلاك شوت لي يعني منع صد الكرة، منع اللاعب من التهديف. المباراة راح تكون أعتقد برأيي الشخصي انه راح تكون متكافئه وما تحسم لغايه الثواني الاخيره. اكيد يعني في ظل المستوى اللي قدم الميناء وايضا فريق الشرطه، يعني فريقين عندهم طموح انه يكونون من ضمن الفرق المنافسه على اللقب خلال هذا الموسم. نعم، الميناء اذا ما اراد ان ينافس على اللقب يجب عليه تحقيق الفوز على الاقل في 6 مباريات، لان الفريق عنده فقط 3 انتصارات في المرحلة الأولى والثانية على أندية المسدس الذهبي اللي ترحلت نقاطهم في مباراة المسدس الذهبي. أعتقد اليوم إذا ما استمر الميناء بتقديم هذا المستوى ويكون صعب بملعبه فراح يقدر يحقق الفوز، وأعتقد أنه يقدر يوصل للمباراة النهائية. أكيد. نعود للمباراة والمحاولة لفريق الميناء، 3 points ويمي روز ثلاثية للميناء، جميلة كانت من ويمي روز اللاعب الأمريكي اللي يضع ثلاثية يحاول أن يرد، وبالفعل جيستن هوكينز يرد على ويمي روز، ثلاثية للميناء وثلاثية للشرطة. اللاعبين المحترفين يعملون فارق في المباراة، يعني محترفي الميناء ومحترفي الشرطة يعملون فارق في هذه المباراة. طبعا لحد الآن أعتقد بس اللاعب براون ما كان بيومه، لحد الآن مسجل 4 نقاط وهاي إلى محاولة ما سجلها، 4 نقاط أعتقد الشيء قليل، وما شاهدنا بذاك الدفاع وما شاهدنا من عنده أسيست، فأعتقد أنه اللاعب رقم 5 اللاعب جيستن لحد الآن لاعب جيد. نعم سجل 13 نقطة. انتهت الهجمة 24 نعم. ثانية ما استغلها فريق الشرطة حتى يعود ويسجل. الآن النتيجة تعادل 36-36، عدنا إلى نقطة البداية والنتيجة متعادلة بين الميناء والشرطة في ثاني مباريات المسدس الذهبي بتأهل 6 أندية إلى المسدس الذهبي، وكل فريق عنده طموح المنافسة على اللقب. وهنا دانج جميل من روبرت براون الآن يسجل نقطتين ورمية إضافية، قدم لحد الآن مستوى جيد جدا 14 نقطة، حصيلة جيدة للآن. نعم كان بديل ناجح بإبعاد رشاد بيض واستقطاب مثل هذا اللاعب، 14 نقطة عنده برصيد لحد الآن، عمل فارق جيد، قدر يدافع، عنده الديفنسيف ريباوند والأوفنسيف ريباوند أيضا نسبة عنده جيدة جدا. جميع المباريات مهمة، ستكون هناك مباراة لنادي الميناء، المباراة القادمة راح تكون مع نادي النفط أيضا، باقي هو بالعاصمة بغداد راح يلعب مع نادي النفط يوم الأربعاء الساعة 3، مباراة الشرطة القادمة مع نادي الكهرباء أيضا يوم الأربعاء الساعة 5، جميع المباريات جدولة مهمة. يعني جدولة صعب صعب هو صعب كل يعني الأندية يواجه المتصدرين. أي نعم كل الأندية راح تكون مبارياتها صعبة، كل الأندية نفس المستوى، توزيع اللاعبين السوبر اللي الاتحاد المركزي أصدر قائمة باللاعبين الجيدين السوبر توزعوا على 6 أندية بالتساوي أعتقد، فهذا مما أعطى يعني طابع الندية والإثارة للستة أندية اللي تأهلت. نعم مصلحة المنتخبات الوطنية. نعم. إن شاء الله راح نشاهد منتخبنا الوطني عند بطولة آسيا بشهر آب في بيروت، بطولة أعتقد ما بيها تأهيل لأي نهائيات قادمة، لكن هي فرصة جيدة لأن يستعد المنتخب لنهائيات كأس العالم إن شاء الله اللي راح التصفيات مالتها بشهر 20 الثاني القادم.
ان شاء الله نتمنى التوفيق لمنتخباتنا والسلة العراقية ان تكون بمستوى جيد وتنافس على الاقل الفرق الاسيوية. هذا جيستن هوكنز محترف الشرطة يحاول الدخول على السلة لكن من امامه تبعد ويميروز هو الاخر ويسجل نقطتين. ويميروز الان الميناء والتفوق 41-36 41-36 الفارق خمسة وجيستن هوكنز الأمريكي ومحترف نادي الشرطة يقلص الفارق إلى ثلاث نقاط. نعم. ويميروس نادي الشرطة مدى ينطي نادي الميناء فرصة لخلق فارق أكبر من فارق الأربع نقاط بعد أن عادوا للتعادل. يعني الآن شاهد فارق ثلاث نقاط يعني مدى ينطوهم فرصة أنه يوسعون الفارق. نعم محاولة ممكن الآن فريق الشرطة. نعم ووف مشي. هذا خطأ مخالفة المشي أحمد علي طبعا الدولي. أيضا قاد مباريات في دوري الجامعات الأمريكية أحمد علي واللي هي على ثلاث مستويات الدي 3 طبعا هو شارك في دورة وأيضا شارك في تحكيم مباريات دوري الاي بي اي. محاولة لفريق الميناء لعلي حاول الدخول على السلة علي هنا خطأ. خطأ لصالح الشرطة. لا زال الفارق ثلاث نقاط و29 نقطة للاعبي نادي الميناء الأجانب. يعني فقط اللاعبين المحليين مسجلين 12 نقطة لحد الآن 29 نقطة للاعبين الأجانب نسبة كبيرة. نعم. بالتسجيل. نعم. بالنسبة للأمريكيين والآن ممكن الآن ودان جميل دان جميل من ويميروز لاعب الميناء. ويميروز يوسع الفارق إلى خمس نقاط 43-38 43-38 على بعد أقل من ثلاث دقائق من نهاية الكوارتر الثاني. تعتقد قبل أن تمر إلى نهاية الكوارتر الثاني المباراة ممكن الشرطة يعود ما الشرطة يتفوق على الميناء منذ بداية المباراة لحد الآن يقدر يعود يمتلك أدوات لحد الآن أدواته جيدة. الخماس المتواجد داخل الملعب سجل يعني الآن الفارق هو ثلاث نقاط ثلاث نقاط على سليم يقلص الفارق لفريق الشرطة. لكن شاهد الميناء مركز اليوم بالمباراة مركز جاي يقدم مستوى جيد. ولو الكل كان يتوقع ان فريق الشرطة راح يكون هو صاحب المبادرة هو صاحب الأفضلية لكن الميناء فاجأ الشرطة. نعم على الورق انت تشاهد بالمرحلتين ذهابا وايابا الشرطة تغلب على الميناء في بغداد 85-76 وبالاياب بالبصرة قدر يغلبه 78-70 فبالمعطيات انت تقول الشرطة متفوق على الميناء. لكن الميناء بعد استقطاب اللاعب الامريكي اللي روبرت براون ولحد الان سجل 15 نقطة قدر يجاري نادي الشرطة بالمباراة ولحد الان متفوق عليه بفارق 3 نقاط. اضافة ممتازة طبعا روبرت براون اضافة ممتازة وقدم لحد الان اداء اكثر من رائع وهذا دليل انه سجل لحد الان 15 نقطة فهو لاعب جيد جدا. يعني هو يشارك في اول مباراة اللي نعم منسجم نعم منسجم ويا يعني انسجم ودخل لي بانسجام مع الخماس المتواجد وقدر يعطي يعني ثمار هذا الجهد مالته ب 15 نقطة وقدر ياخذ ريباوند دفاعي وهجومي هذا شيء جيد واعتقد انه راح يكون مستوى افضل في قادم المباريات. اذا اقل من دقيقتين متبقية على النهاية و رميتين حرة لفريق الميناء. ويميروز يسجل من خلال الرمية الأولى. ويميروز يوسع الفارق إلى أربع نقاط 44-40 مرة أخرى. ويميروز هل يستطيع التسجيل هذه المرة يخطئ السلة. ويميروز لاعب الميناء لتعود الحيازة لفريق الشرطة. كيني براون
الى جيستن هوكنز. جيستن يمرر لمحمد صلاح اللي يخطئ محمد صلاح لتعود الحيازه لفريق الميناء. وعلي عامر طالب علي عامر براون روبرت براون ثلاثيه رائعه من روبرت براون لا يخطئ السله. روبرت براون اداء اكثر من رائع لهذا اللاعب اداء اكثر من رائع. نعم سجل 18 نقطه لحد الان لكن محمد صلاح ايضا لا زال يسرح ويمرح تحت سله نادي الميناء. نعم هناك ضعف اسفل سله نادي الميناء اعتقد انه دائما الرقابه بعيده عن محمد صلاح. اي نعم من قبل لاعبي فريق الميناء. نعم جاي يسجل براحته وايضا اللاعب جيستن اللاعب رقم 5 ايضا من يعمل الدرايف ما جاي يلاقي صعوبه او دفاع يمنعه من التهديف يعني جاي يسجل باريحيه. لكن اكثر من علامه استفهام على كيني براون لاعب الشرطه. اي لحد الان اربع نقاط فقط يعني كان جيد جدا بالموسم الماضي مع نادي الكرخ عندما خطف اللقب لكن اعتقد انه نادي الشرطه خسر اللاعب رايس كنا متواجدين سوية عندما سجل الثلاثية قبل موسمين اكيد خطف فيها اللقب من منتصف الملعب. الان شاهد اعتقد انه راح يعمل هاي سكور تعتبر سكور 47-44 خمس نقاط لبراون مع وجود روبرت براون. الله 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 ثلاث نقاط رائعة لروبرت براون قبل أن تنهي الكوارتر الثاني ليوسع الفارق إلى ست نقاط وهو أكثر فارق. طبعا كابتن خالد هذا أكثر فارق. نعم حصل ست نقاط ست نقاط الفارق أعتقد أكثر يعني فارق قبل نهاية الكوارتر.